انت ساعدني. السلام عليكم يا جماعه، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين وبصحه وسلامه. اليوم الفيديو غير، هيكون اول فلوج لتركات المدينه. هناخد تقريبا 5 تركات. هناخد المميز عندهم، عشان في ناس ما تعرف قد ايش انه عندنا تركات صغيره وتطلع منتجات اقوى من المحلات الكبيره. طبعا انا سويت ريفيو على التركات اللي هنا، فاخترت 5 تركات قويه وكلمتهم قلت لهم ينزلوا لي 5 اصناف قويه من عندهم. منها اصناف انا ما قد دقتها قبل كده، وهتنفجعوا وتقولوا كيف ما دقتها. منها اصناف انا مره احبها، ومنها اصناف انا مره مستني ادوقها واعرف طعمها. عشان لا نطول عليكم الفيديو، نسوي لكم ريفيو سريع عن التركات ونبدا طهمجه. انا اختياراتي دائما للناس اللي المفروض يشاركوا معايا في الفيديو يتاخر دائما. كان المفروض يسوي معايا الانترو بس تاخر. هنسوي بعدين. طيب علي صوتك. نسوي بعدين ما في اوديو يعني. يلا يا جماعه شوفوا، احنا جايين هنا تركات زي ما قلت لكم، عشان في تركات كثير بتسوي اكل مره طعم ومره ينافس. بس انا في اكلات ما قد اكلتها قبل كده وبرضه ايش هندوقها. يعني انا ما قد اكلت سيريه، ما قد اكلت اكل جاوي، وما قد اكلت بريسكت. فهذه اشياء يعني ان شاء الله تطلع مره 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 فنان. انا ما قد اكلت الا السيريه. هو قد ما اكل الا السيريه وانا جايبه اصلا عشان هو قد اكل السيريه وانا ما قد اكلته، بس دقت منه في التحدي اللي فات وكان مره طعم، فقلت لازم اكل منه. بس والله ما قد اكلت منه غير قطعه واحده قد كده. لا جايب لي بس عشان السيريه. ايوه عشان السيريه. انت تاكل السيريه وتروح. تمام. فايش نبدا؟ والله انا اشوف انه البريسكت شكله سهل. ولا السوشي؟ هو واحد فيهم. السوشي لعبتي ترى. واحد فيهم. السوشي لعبتي. طيب. اختار. السطور يا معلم. قطع لنا هو. كده لذيذ. اللي دقتها في البداية ترى كانت هذه لحمة من غير أي صوصات إضافية، لسه ما تحطت عليها ال قاعدين ناكل بعضينا الأرض الآن كده بكامل الصوص الباربيكيو اللي هو أصلا يتميز فيه. هذا لذيذ ترى، والله من جد لذيذ. الصوص هو اللي مع ال هو فين؟ هذا لعبة دي تستخدمها؟ صوت 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 بقى. لا 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 بدون؟ ترى انا مرة احب السوشي. تمام؟ ترى طعم، ترى مرة طعم. هو فين؟ ترى والله مرة طعم. هذا ايش؟
الاكل الجاوي عشان السيره انت متحمس له بالسلام. طيب شوفوا يا جماعه التحدي، انا دقت السيره، دقت شيء صغير مره، فقلت هذا ما يتاكل بالشوكه على عمرك. السيره كده سويبه كده، شوف اصبر، تاخذ شويه لحم مع شويه دجاج مع ليمونه كده، بسم الله كده يتاكل السيره طال عمرك. واي كاي كاي اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 هنا اضحك اضحك. انا ندمان اللي ما اكلت من زمان، انا ندمان اللي ما اكلت من زمان. ايش هو هذا؟ مش عارف والله، من يعرف اقسم بالله. طب اساله فين وفين الراجل؟ مش عارف. بطاطس شكل بطاطس مهروسه دي والله. شوف بطاطس مهروسه يعني امانه كل حاجه اليوم والله ما شاء الله صراحه يعني بالله اشفع الله يرزقهم ويوفقهم والله كلهم بالله ما كله. والله والله بس في نكهه كده مميزه مميزه مره، بس تخيل نكهه تخيل ولا عيش طري. انا كده اكلت فريده والله، كده اكلت اقسم بالله باللي قال لي ما كنت اكلت. الله الله يهنيك. دقيقه العيش مره طري، العيش مره طيب ما عادي. دقيقه هو ما فيها تسخن كويس، انا بخبز في الوش يعني مش صعب. طيب يا جماعه هنسوي ريفيو سريع. هذا كان البريسكت اكلناه. تنصحني في هو نفسه لا ده هلم وقف معايا. هذا كان الهوت دوغ، هذا كان الاكل الجاوي. السوشي، السوشي ترى لعبه مره لذيذ. الفاهيتا مره لذيذه. البريسكت كان مره فنان. الساندويتش كان له نكهه خاصه، واول مره ادوق السيريه وبرضه مره مره لذيذ. الهوت دوغ هنا مسويه بعيش البريوش فبرضه له نكهه خاصه. الصراحه الاكل لا يعلى عليه. احسب لكم الانستغرام و معلومات الحسابات التركات كلها مواقعها تركات وموقع التركات حتكون تحت تكون تحت في الديسكربشن. و ان شاء الله يكون مو اخر فلوج، ويعطيكم العافيه في امان الله. مع السلامه. حط لك بطاطس من حق اصحاب التركات كلنا بنشارك فرح. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وش معانا؟ الله يوفقك.